قال لك يبغيو الدراري ما كاين حتى حاجه اخرى. ايوا هذا الشيء اللي كاين هذا مال وقفنا هنا عمي البوليسي. ايه عمي البوليسي اللي دايره وقفي حنين انت. ها انت عمي البوليسي خليك على خاطر. واش غايديروا دابا مع الصحان ضروري ضروري نضمن لا سيركيلاسيون. اه خاصهم يصلحوا الفرق دابا ولادي فين ما كيشوفوا البوليسي قال لي ماما عمي البوليسي. عمي البوليسي ايوا مزيان ضيقتي كاين الحراره اختي دابا كي غندير ندوز انا مع الشيني ديري شتي الماطر. شوف 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 اختي طلعوا المصايين. السلام عليكم الخوت كي دايرين لاباس عليكم كي صبحتوا بخيرين على خير. المهم نهار جديد وفيديو جديد. اليوم اخويتكم غادا للسوق تفضى ما عندي والو في الثلاجه واليوم جات نوبه ديال السوق بغيت نشارك معاكم التقضيه من السوق ولكن ما غنصورش معاكم السوق حيت السوق اللي غادا ليه طير ممكن عطير طلق ما تقشع نقدر انا كنصور لكم وغادا عتي طيروا لي التليفون. المهم هذا هو روتيني ديال اليوم التقضيه ها انتم معايا خليكم معايا يلا تمشوا معايا للسوق يلا. نعم واخا تعطلت على السوق هادي راه شي وحده ونص نمشي نشوف الحق لقيت شي مال الحق هاد النهار هاد الايامات اللي ما كنقر ما الدراري ما تيمشيوش للمدرسه ما كاينش عندنا النظام لا في الفطور لا في الغداء لا حتى في شي حاجه. شوفوا دابا الوحده هادي وانا عاد غادا للسوق واش خرجت ونمشي نشوف لقيت شي ما نشري ويلا خليكم معايا. واش نقول لكم طوموبيله طايبه ماكلي الفران حمام هذاك شناهو هذاك البيت اللي فيه البرمه هو هو الطوموبيله. والله العظيم عرفت والله الا خارج على عينيا فهاد الحراره هادي باش نتقدى على عينيا ولقيت باش نديباني هاد النهار والله ما نخرج. ويلي ويلي على صهودات على صهودات نموت الكحله عرفتو فاس راه ملي كتزنزن تزندن فيه تزندن تزندن ملي كتزنزن فيه واو منعاودش ليكم واخا عندي الكليمه راه زعما راه عندنا الكليمه راه الطوموبيله ولي ما الكليمه تيزي ولكن مع ذلك تغلبت مسكينه تغلبت الحراره واش غنديرو نمشيو غير نلحقو السوق ما لقينا شي ما نتقداو غادي مع غادا معطله لاصقه فيا مرات لوسي حداك حداك هذيك تاياك تايا كتعكس اكثر مني يا اختي الحراره ما تنقدروش نخرج زيد نخرجو دغيا نمشيو نتقداو ولا لقينا شي من هذا بس راه كنمشيو السوق بكري من 10 ل 11 ماشي الوحده داخله في الوحده ونص غادي ولكن كيما كان الحال دابا في الصيف راه كاينه عطاطا مايله كاينه عطاطا اللي كيبغيو الدراري ما كاين حتى حاجه اخرى. ايوا هذا الشيء اللي كاين هذا مال وقفنا هنا عمي البوليسي. ايه عمي البوليسي اللي دايره وقفي حنين انت. ها اخويا ها انت عمي البوليسي خليك على خاطر. واش غايديروا دابا مع الصحان ضروري ضروري نضمن لا سيركيلاسيون. اه خاصهم يصلحوا الفرق دابا ولادي فين ما كيشوفوا البوليسي قال لي ماما عمي البوليسي. عمي البوليسي ايوا مزيان ضيقتي كاين الحراره اختي. اه ولي ولي شوفي الطوموبيل باقا كاع ما بغات تبرد والله الا هاتوا لا شويه شويه صافي راه كطرف فيا البلوطه انا شويه كنحس فيها غير هنا وحده رجلي. لا لا كتعطي الرجلين اختي مشي دغيا دغيا لقينا شي ما نتقدا ونتقدا وما لقيناش. انا اختي خاصني غير البطاطا بغيت غير ناخذ البطاطا والبصيله ديفا انا ناخذ شويه الكفته الدراري من الصباح ونسد عليا راسي بغيت نسد لهم شي ساندويتش وصافي. يلا دابا كي غندير ندوز انا صافي ديري شتي الماطر. شوف 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 يا اختي طلعوا المصايين. اه والله الا ايوا صافي هادشي اللي كاين وانتم معايا الخوت تمشيو للسوق لقينا كيفاش نديرو نصور لكم شويه نصورو ما لقيناش سمحوا لينا ترجعوا راكم عارفين. ومازال عندي قربانه في الكوزينه يلا غادي نمشي نجمع الكوزينه شو البلاكار كي محلول غادي نجمع الكوزينه وعاد نطيب الغداء واخا مشى الحال ولكن مشيت دالي الوقت السوق دار ليا الوقت بزاف ما لحقش نكمل الشغال الا يدي بوحدها وصافي هادشي اللي كاين. غنجمع هاد الروينه اللي عندي في الكوزينه وعاد ندوز نطيب الغدا. ايوا المهم ملي غنسالي دابا نصور لكم الغدا. المهم هديت الحوت حرايا انا نوريها لكم اي وحده صغيره اصلا شو ما قطعهاش ليا
خلالي بحال هكا. خديت الميرنا وخديت البصله، ماخديتش بزاف، انا كناخذ البصله بزايد، ولكن دابا كي قلت لكم تمشي السوق الاخر. وخديت البطاطا، هاد البطاطا ديال فاس ما كتعجبنيش بزاف الصراحه، ما كتقلى ما كطيب ما فيها ما، ولكن دي باني زعما زعما نديرها وصافي. خديت شويه ديال الربيع، ديال الربيع، وخديت مطيشه ربيع مطيشه، وخديت الخيار، ودرت شويه ديال الدسير، وخديت شويه ديال الدسير. بالنسبه للدسير خديت العنب، وخديت نشد التليفون بعيد وكنصور لكم بعيد، وخديت البنان، العنب والبنان، الدسير مع مع الغدا. صافي هذا هي ديال الغديوه، الحوت وداكشي اللي غادي نرافق معاه، والديسير. وها انتم الخوت، ها الغديوه ديالي ديال اليوم اللي مشينا ليها للسوق. ها الحوت، ها لاصوص، درت لاصوص ديال الحوت، ودرت شويه البطاطا مسلوقه مع البصله كتعجبني كنموت عليها، وشويه لي فخيت، شويه ديال لاريكو. هذا راه غدايا بوحدي الدراري، راهما تغداو، انا ما كنت مشغوله ما تغديتش معاهم. دابا انا عرفت شنو غندير، غادي نهز هاد البلاطو ديالي وغادي نطلع للسطح. دابا راه ولا فيه الظل وغنجلس ناكلو في الهواء الطلق. يلا خوتي بصحتكم وراحتكم، حتى نتوما غداتكم. ايوا ولي عجبو هاد الفيديو ديالي دير لي لايك، ديروا لي لايك، اول ما تبداو الفيديو ديروا اللايك، راه اللايك كتشجعنا وكنشاركوا معكم اي حاجه. المهم كنتمنى يعجبكم الفيديو، شكرا ليكم اخوتي على خطيكم علينا، نتوما هما كلشي. يلا خوتي بسلامه عليكم.